انا روبي سعيد خيام ناس درست في هذه مدرسة الرجاء ها؟ في سنة 1963 درست عند الشيخ الدين زبود الله يرحمه في هذه الحجرة وهو من طلبة ابن باديس تخرج على يد ابن باديس. انت يا استاذ قداه كان عمرك ثم ذاك الوقت؟ اعتقد 18 سنة. يسمى نورمالمون تقرر كان عامك الاول هذاك 63 18 سنة اعتقد. في ذلك الوقت يعني هو الذي بذل جهد كبير من اجل ان يفتح المؤسسة هذه وهو الشيخ الدين زقول الشيخ الدين جدي. الله يبارك. المدعو زقول بذل جهد كبير وسهر على فتح هذه المؤسسة وحتى سمح للطلبة الذين تجاوز سنهم الدراسة ومع ذلك أنه قد حاول وقد سجلنا في هذه المؤسسة ومنعنا من هذه المؤسسة الدراسة لكن هو حاول تصل وزارة التربية عندك مع الشيخ عبد الرحمن شيبان كان يدرس معه وأعرض عليه قالوا أن أبناء الريف الذين كانوا محرومين من الدراسة أن الاستعمار قد حرم من الدراسة كيف لا نسمح لهم بأن يواصلوا الدراسة في هذه المؤسسة. إيه ودرست قدام؟ درست هنا سنة سمحوا لنا بأن ندرس سنة هنا درسنا هنا درست عند الشيخ الديمي رحمة الله عليه ثم عند مدير تاع المؤسسة لننتقل إلى القسم الآخر. تفضل روح وين قريت هنا؟ وين المكان تاعك؟ وين كان؟ بالتقريب لا كافي. كنت هنا. مع من كنت هنا في هذا المكان؟ هنا. كان معك واحد؟ نسيت الزملاء. أتذكر منهم مجموعة من الزملاء. منهم بليسق العياشي. روبي أحمد قرا معك؟ لا أقل مني. إيه جاء بعدك. إيه الله يبارك. بليسق العياشي منهم وهو كان قسم اعلى منا الاخ عبد المجيد معتوب درس معنا كذلك جدي جمال ابن الشيخ جدي جمال درس معنا كذلك مهم كثير لا اتذكر هاي نخرجوا سما قريت هذه الحجره الحجره الثانيه ابتداء ثانيه درست فيها درست فيها وكذلك سيروبي تفضل ها وين 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 درست؟ درست هناك جلست ثم نعم ومن هم اللي درسوك غير جدي؟ رحمه الله درس لنا الدراج الزغبة ذلك الوقت كان اعتقد عضو البلدية أو كان نائب شيخ بلدية في ذلك الوقت درس لنا بالإضافة إلى ذلك درس لنا مدير المؤسسة آنذاك رحمن محمد بن سطيف كان مدير رحمن مجاهد في ذلك الوقت درس لنا وفي نفس الوقت أنه مدير المؤسسة هذه الله يبارك قعدت قريت عامين هنا ولا عام؟ سنة سنة واحدة نعم ومن بعد وش درت؟ ثم انتقلت إلى محل قاسم لهذه المساعدة الله يبارك واصلت الدراسة ثم كان الدراسة سنة هنا كانت فتحت خير لك فتحت نعم ها؟ نعم وبذلنا جهدا والحمد لله لما انتقلنا إلى المحل على الأقل كنا متمكنين أجرينا مسابقة الدخول فاجتزت هذه المسابقة ونجحت ووصلت دراستي كمدرس؟ لا كطالب درست كطالب. ثم شاركت في مسابقة امتحان نجحت وعينت بمدرسة تابعة الجمعة بني ورتلان نعم في 1967 سبتمبر 1967 درست هناك
في تلك المدرسة تدعى مدرسة طرفات بني شبان، تبعد حوالي 7 كيلومتر شمال مدينة جمعة بن ورتيلان. ومكثت هناك سنتين في التدريس، ثم تحولت من تلك المدرسة إلى مدرسة أخرى تدعى بالقرب من ستيف حوالي 12 كيلومتر أو درست فيها، ثم انتقلت إلى مدرسة أخرى تسمى باب مدرسة باب الواد البارد. الواد البارد. الواد البارد. شمال سطيف. درست سنتين أو سنتين، ثم عدت إلى مدينة مسيلة ودرست في النواحي نتاع مسيلة. ومن بعد انتقلت إلى مدينة شلف الأصنام آنذاك، حيث أجريت مسابقة في المعهد التكنولوجي 5 مليانة، درست سنة، ثم انتقلت إلى معهد تكنولوجي بالأصنام آنذاك شلف حاليا، وأكملت السنة، ثم عينت بمتوسطة تدعى يقولها بمدفع تابعة لي 5 مليانة. إتاك مجهد يسمى الله يبارك. فدرست هناك، ثم عدت إلى مدينة مسيلة سنة 1981، حيث عينت بمتوسطة العقيد حواس. درست بها أعتقد حوالي سنتين. من مادة؟ لغة عربية، أدب عربي. وبعد ذلك انتقلت إلى أبي علي المسيل مديرها عبد القادر معروف، درست هناك، ثم انتقلت إلى مراقب عام بمدرسة سلمان الرازي تدعى، ثم عدت إلى متوسطة ابن الذيب لاروكات، وبعد ذلك انتقلت إلى متقنة ابن جابر حاليا المسيلة كمراقب عام. مع من خدمت ذاك الوقت؟ كنت أخدم مع السعودي الله عليه، ربي يحفظك ويرحمك. ثم لم أواصل في سلك الرقابة، عدت مرة أخرى إلى التعليم. إذا حبيبك يعني. إلى التعليم إلى الطبشور. الطبشور. مع طلبتي الأعزاء. فدرست إلى أن خرجت، درست بأحمد شوقي بشبيليا. إلى أن أخذت التقاعد، إلى أن حلت على التقاعد. وقتاش؟ 2000 سنة 1990. الله يبارك. بارك الله فيك سيدي. هذه نبذة قصيرة. الله يبارك. معليش. يعني فرصة يعني أننا التقينا بك بالصدفة يعني خارج المدرسة يعني ولكم الشكر الجزيل. آمين يا رب. كما أقدم شكر إلى تلامذتي الذين درسوا عندي سواء في الابتدائي أو في المتوسط. من بينهم كاش ما تذكر؟ بينهم علي عوينة، أكن له كل التقدير. لأنه يعني من أحسن طلب. التلميذ درس عندي في صعيدة. درس عندي في الابتدائي مدرسة صعيدة. وتلاميذ كذلك تذكروا، منهم طلبة في مدرسة ابتدائية نتاع ابن شبانة. منهم التلميذ العزيز كثير ابن شهيد. نقولوا له هباج ناصر. الله يبارك. هل أنت موجود في الصور الأولى هذه كطالب لهنا ولا ما عندك صورة؟ ما عندي صورة. كي كنت لهنا في الرجاء؟ لم نستعمل صورة. الله يبارك. بارك الله فيك سيدي. شكرا جزيلا.